السلام عليكم، رجعت لكم بوصفه واحده اخرى. البيض والمعدنوس والبصله الخضاريه، اكله اللي كتجي لذيذه لذيذه بزاف وصحيه. نبداو. غادي نحتاجو واحد الربيطه ديال المعدنوس، خذوا كميه اللي مناسبه، المهم كثروا شويه. غادي نحتاجو واحد الحبه ديال البصله الخضاريه اللي تقدروا تعوضوها بالبصله يعني العاديه، اما الحمراء ولا البيضاء. غادي نحتاجو ايضا جوج حبات ديال البيض البلدي اللي تقدروا ايضا تعوضوهم جوج بيضات روميين. نبداو في طريقه التحضير. من بعد ما تاخذوا البصله وتقشروها، غادي تقطعوها هكا دوائر، قطعوها دوائر ولا مربعات صغيره، المهم قطعوها رقيقه وصافي. درت هذا النوع ديال البصله لانها كتجي زوينه والمذاق ديالها حلوه. من بعد غادي ناخذ ديك ربيطه ديال المعدنوس، وحتى هي غادي نحاول انني نقطعها بهذا الشكل هذا. من بعد غادي ناخذ واحد الزلافه وغادي نوضع فيها دوك جوج حبات ديال البيض البلدي، ثم غادي نضيف عليه هذاك المعدنوس مقطع. وغنضيف له شويه ديال الملحه، ونخلط شويه هذاك المعدنوس مع الملحه والبيض. من بعد غادي ناخذ واحد المقله اللي غادي نوضع فيها القليل من زيت الزيتون، تقدروا ديروا الزبده. غادي نضيف ديك الحبه ديال البصله على الزيت، وغادي نضيف لها شويه ديال الملح وشويه ديال البزار اولا الفلفل الاسود، ونشحرها. صافي، هنا من بعد ما شحرتها شويه غادي نضيف عليها داك الخليط ديال البيض والمعدنوس. صافي بهذا الشكل، وغادي نتركها طيب يعني حتى يطيب البيض مزيان. وكيبقى لكم نتوما الا بغيتوا ديروا اي اضافات، سواء ديروا فرماج حمار محكوك او لا ديروا الكمون اللي بغيتوا. وبهذا الشكل كتكون المقيله ديال البيض وجدات، كتجي على هذا الشكل هذا، كتجي لذيذه لذيذه بزاف. كنتمنى تعجبكم وتجربوها حتى نتوما. شكرا لكم على المتابعه، ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو وديروا لايك وتخليو ليا تعليق. كنكون وصلنا لنهايه الفيديو، مازال ان شاء الله غادي نشارك معكم وصفات اللي هي سهله وسريعه وبسيطه ايضا اللي تقدروا توجدوها في دقائق. مع السلامه في وصفه اخرى ان شاء الله.